جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يتساهل الناس كثيرا في هذا الموضوع شيخ صالح، فتسافر المرأة من بلد إلى بلد بدون محرم، وربما كانت شابة، وربما تعرضت لبعض المواقف التي لا تستغني فيها عن الرجل، وبعض الناس يسفر مع المرأة أطفالها أو ما هم دون التمييز ويعتقد أن ذلك كاف. هل من توجيه شيخ صالح؟ هذا حرام ومعصية لله ولرسوله، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل، معناه يحرم. نعم. ووصفها بأن تؤمن بالله واليوم الآخر، فدل على أن التي تسافر من غير محرم أن إيمانها ناقص، لأنها فعلت محرما، وعوائد الناس وكلام الناس لا تبنى عليه الأحكام الشرعية، وإنما تبنى على الأدلة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد دل الدليل على أن المرأة لا تسافر إلا مع في محرم للحج أو لغيره، وأن جماعة النساء لسنا محرما، والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ويكون بالغا عاقلا، هذا هو المحرم. أما الأطفال ومن هم دون البلوغ فهؤلاء لا يصلحون للمحرمية، وكون الناس اعتادوا هذا الشيء أو تساهلوا فيه هذا لا يصور فعل المحرم. فإن المرأة التي تسافر من غير محرم إما لجهلها أو جهل وليها بذلك، وإما لتساهلهم في الأحكام الشرعية، وكلا الأمرين لا يحتج به ولا يجوز الاستمرار عليه. واجب على المؤمن أن يتقي الله في نفسه ولا ينظر إلى أقوال الناس وترخصاتهم أو إلى فتاوى المفتين إذا كانت مبنية على غير دليل فلا يعمل بها. نعم.